أظهرت البيانات والإحصاءات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس أن المجلس وافق على عشرين مشروع قانون وتمت إحالة غالبيتها إلى الحكومة الموقرة فيما أعيد عدد منها لمجلس النواب بعد موافقة المجلس عليها وذلك للنظر فيها في الوقت الذي يترقب المجلس فيه مناقشة وبحث ستة عشر مشروع قانون خلال دور الانعقاد العادي الرابع منها تسعة مشروعات أعدت بشأنها تقارير ولم تعرض على المجلس فيما تواصل لجان المجلس مناقشة سبعة مشروعات قوانين وبينت الإحصاءات أن عدد مشروعات القوانين التي أحيلت للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث بلغ 32 مشروعا و29 مشروعا محالين من أدوار الانعقاد السابقة من بينها تسعة مشروعات قوانين لم تحظى بموافقة مجلسي الشورى والنواب موضحة الإحصاءات أن عدد من مشروعات القوانين تمت صياغتها وفق اقتراحات بقوانين قدمها عدد من اعضاء مجلس الشورى